جيان اخر تكنولوجيا واسوام ما كيفهاش هذه لا تاك ولا بلاش جيان جيان ما يغلى عليك شيء ما يغلى عليك شيء مساء الخير اهلا وسهلا بكم على قناه التونسيه نتقابلوا من جديد في اي تيك رونديفو اللي نلقاو فيه اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم كل نهار اربعاء وكل نهار جمعه اليوم باش نحكيو مع الناس اللي مغرومين بالتكنولوجيا نتاع اليوم لكن زاد باش نحكيو مع الناس اللي مغرومين بالتكنولوجيا نتاع البارح التفاصيل تابعوا معنا اليوم لاول مره اي اون اكسكلوزيفيتي في اي تيك لو سامسونج جالاكسي نوت برو اورانج تونيزي تطلق العرض الجديد نتاعها بوج 30 سنة تعديو على اللونسمون تاع أول ماكينتوش وفي آيكار إريكسون تتعاون مع فولفو وبلاك بيري مع جيب مرحبا بكم في آي تيك بعد شوية باش نحكيو على لوفر جديدة متاع أورانج تونيزي واللي اسمها بوج بعد ما نحكيو على التابلات اللي عندنا هنا في استوديو تابلات جديدة مازالت ما خرجتش في حتى بلاد في العالم اسمها الجالاكسي نوت برو الجالاكسي نوت برو تم كشفها لأول مرة في الأيامات اللي فاتت في السويس في لاس فيغاس تخرج نهار 22 فيفري في الأسواق العالمية بعدها بأسابيع باش تكون موجودة في تونس كي نقولوا جالاكسي نوت سي التابلت اللي فيها استيلي فيها خدمة كبيرة مع عند سامسونج ناوية إنها تخلي من التابلت هذية منافس حتى للبي سي تابعوا معنا الفيش تكنيك متاع الجالاكسي نوت من غير حتى مفاجأة سامسونج كشفت في السي او اس 2014 على الجالاكسي نوت برو ضربة استباقية من سامسونج الأبل اللي من المنتظر انها تلانسي ان ايباد برو في العام هذا الجالاكسي نوت برو تجيب كل المميزات اللي صنعت الجالاكسي نوت 3 الاكران كبير 12.2 بوس مع ريزوليوشن عالية 2560x1600 بيكسل الجالاكسي نوت برو فيه لو بروسيسور كوالكوم سناب دراجون 800 كادنسي à 2.3 جيجاهرتز 3 جيجا دو رام وميموار انترن 32 جيجا تنجم تكبر فيا الكارت ميكرو اس دي المصوره نتاع الجالاكسي نوت 3 8 ميجا بيكسل في الظهر تصور فول اتش دي اون فيديو و2 ميجا بيكسل للكاميرا فرونتال الخاصيه نتاع الجالاكسي نوت برو اللي تخدم بالاندرويد 4.4 كيت كات انها ما فيهاش التاتش ويز السيركوش المميزه نتاع سامسونج اللي تستعملها في السمارت فون اللي تابلت نتاعها لكن تعوض السيركوش هذه سيركوش جديده اسمها ماجازين يو اكس كالعادة نفس الظهر أنكوير نلقاوها في الجالاكسي نوت برو بعد ما ظهر لأول مرة ديزاين هذية في الجالاكسي نوت 3 التابلت الكبيرة هذية تستمد قوتها من الاس بن استيلي متاحة وتستمد قوتها زادة من الخفة متاحة ومن كبر الاكران متاحة اللي خليها منافس قوي ولا حتى معوض للبيسي قدمنا لكم الجالاكسي نوت برو هي تابلت مازالت ما خرجت في حتى بلاد في العالم ولقيتوها اون اكسكلوزيفيتي على قناه التونسيه في اي تيك وباش نعملوا هكا لكل برودوي جديد مازال ما خرجش في العالم وموجود في تونس. خلينا نحكي لكم توا على لوفر جديده نتاع اورانج تونيزي واللي اسمها بوج. لوفر هذه سبقتها اورانج تونيزي بكومباني فيرال على لي ريزو سوسيو خرجت فيديو تحكي على لي جون وشنو ينجموا يعملوا. يقولوا ناري اهدى. يز هكاهو ما يعرفونيش جيل تو العالم صغير علي يدور يسافر ويجيب الصيد من ودني انا حسين درت 35 بلاد وعرفت برشا عجايب وبرشا عباد اما نتصرف وما نحيرش باش كل دوله ندخل لها نفوت حدودها وندور على مجاورها شيء ما صعب عليه جيل تو اصنع صاروخ ويطير بيه صحيح مازلنا كبدينا اما رانا قرينا وجربنا وخدمنا وغنينا جيل توا ما عادش مسمار وما سكتش في حيط انا نجيت نغني ونلعب ميوزيك وفي النهار نخدم كرافيك بحبك 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 عشان كده عملت لك فرح معفن جيل توا يختفى وهي طاير ويتبع في كل حاجه صاير بحبك
انا عفكي متسمين جيل اين معروفين انا يمين من عام 85 جاتني فكره وصممتها طق في روحي خدمتها اما راه كان باش نقدموا قدام بالخدمه مش كان بالفلان جيل توا ما توقفوش لحيوت نبوجيو ونلعبوا على خيوت بارتاجيو العالم ونزيدوا فيه دنيتنا بيدين كل ما يتسكر باب نحلوا ثنيه لين اسمعونا شوفوا بعينينا جيل توا قوتنا فينا بوج بالنسبه للي جون نلقاو فيها 100% دو بونوس لكل واحد يخلط الخمسه دينارات دو كونسوماسيون اذا كان خلط السبعه دينارات يولي عندك 2 جيجا انترنت موبيل ولا عندك زاده 200 اس ام اس غراتوي صالح للزوبيراتور الكل اورانج تونيزي ما بيناتنا محاضره مفاجاه اخرى بالنسبه للوفر نتاعها بوج حكيو حتى على امكانيات نتاع دي سمارت فون وحاجات اخرى تجي في المستقبل من الوفر هذه اللي باش تتواصل وكل عاده باش تكون موجهه للي جون في تونس حكينا على بوج هتا ونتحركوا ونمشيو نحكيو على حاجه اخرى باش نحكيو على نوكيا باش نحكيو على كروم باش نحكيو على اخبار اخرى تابعوا معنا في عيد الموعد في فيفري وبالتحديد بين 23 و 27 باش يكون مع الموبايل وورلد كونغرس في برشلونه كيف 2013 العام هذا باش يكون فيه مشاركه تونسيه قويه 10 شركات ناشطه في مجال التكنولوجيا باش تكون حاضره في اطار ستاند كامل من سيبكس سينو ولاول مره في العالم العربي جامعه باش تكون موجوده في الحدث هذا الجامعه هذه هي تونسيه وهي اسبري اللي باش يكون عندها ستاند خاص بها وين باش تعرض الخدمه كامله نتاع اسبري موبيل ولي زابليكاسيون اللي تم تطويرهم في اسبري في الشهر اللي تعدت في نفس الموعد الموبايل وورلد كونغرس 2014 من المتضرر نوكيا باش تكشف لاول مره على سمارت فون اللي يخدم بالاندرويد واللي نون دو كود نتاعو نورماندي لكن مؤخرا تسربت اخبار تقول انه اسم التليفون الذكي هذايا باش يكون للنوكيا اكس ملاحظه اللي تشوفوا فيه قدامكم هو عباره على كونسيبت فون المطورين نتاعو تخيلوا كيفاش باش يكون السمارت فون اندرويد نتاع نوكيا لي فان نتاع هالو اكيد يعرفوا المراه هذه اسمها كورتانا يظهر ياسر انه كورتانا باش تخرج من هالو وتنضم للويندوز ابتداء من افريل الجاي بما انه اخبار مؤكده انه مايكروسوفت قاعده تجرب في اسيستون بيرسونيل كيف السيري اللي نلقاوها في ابل وباش تسميه كورتانا السيرفيس هذا من المنتظر انه يلقى بلاصتو حتى في السمارت فون اللي يخدموا بالويندوز فون مرة أخرى لي بوغ يرجعوا لكروم النافيغاتور نتاع جوجل يعرف في مشاكل فنية تخلي لي سيت مالفيون يسمعوا لي كونفرساسيون تاع لي انترنت من غير علمهم البوغ هادي تو سامبلومون تخدم لي فونكسيوناليتي نتاع ريكونيسونس فوكال نتاع كروم شقول لكم لو كان نحكيوا على حاجة أخرى نحكيوا على بلاك بيري بلاك بيري تلقى في مشاكل كبيرة ياسر نعرفوا الشيء هذا لكن بلاك بيري عندها شركة اسمها كيو ان اكس والشركة هذه تخدم في وسط بروجي مع جيب شقاولكم لو كان نعملو طلع على اخبار الكراهب واخبار التكنولوجيا في الكراهب في اي كار مرحبا بكم في اي كار نبداو مع فولفو اللي تواصل في التعاون نتاعها مع بنت بلادها اريكسون فولفو اطلقت سينسس كونكت سينسس كونكت تعطي الفرصه للمستعمل نتاع الكهرباء فولفو انه يستفيد من قرابه 50 ابليكاسيون يستفيد زاده من الراديو من الباركينغ والنافيغاسيون كيف مثلا انك تعرف اقرب ريستوران ليك وتعرف حتى المنيو نتاعو فولفو عرضت السيرفيس هذا في الكهرباء فولفو XC60 كهرباء فيها الهوت سبوت واي فاي بما أننا حكينا على الكهرباء الكونكتي شيفرولي قدمت الكهرباء نتاعها اللي تربطوا على ريزو LTE وتخليك تستفيد من برشا خاصيات الكونكتيفيتي الربط على سمارت فون والدياغنوستيك نتاع مشاكل الكهرباء نتاعك في الاكران LCD اللي موجود في التابلو دبور Q1X واحدة من اللي فيليا نتاع بلاك بيري ومختصة في لي سيستيم امباركي خدمت على كونسيبت نتاع كهرباء وهي الجيب برانجلر في الكهرباء هذه Q1X خدمت على نظام نتاع ترفيه واتصال النظام هذا شركة في التطوير نتاعو كوالكوم اللي عملت الانتيغراسيون نتاع سناب دراجون اوتوموتيف سوليوشنز اللي يخلي الكهرباء تتعامل باكثر سرعة وذكاء مع متطلبات السائق نتاعها المغرومين بالكراهب تلقاو رونديفو كل نهار اربعه على قناه التونسيه في اي تيك مع اي كار اللي نحكيو فيه على التكنولوجيات واستعمالها في الكراهب شنو هذا هذا الماكينتوش الماك اللي اليوم نعيشو مع الجينيراسيون جدد نتاعو الاباء نتاعنا لي نوستالجيك لي زابل فان بويز استعملوا الماك هذايا نهار الجمعه اللي فات نهار 24 جانفي
كان العيد ميلاد 30 للبرودوي هذا اللي عملوا الكونسيبسيون بتاعه ستيف جوبز واللي بدل التاريخ متاع الاورديناتور في العالم. تابعوا معنا روبورتاج سبيسيال ماكينتوش. 24 جانفي 2014 الماكينتوش قفل 30 سنة. 30 سنة التالي شاب اسمه ستيف جوبز كان قدم أول أورديناتور في العالم فيها سوري وانترفاس جرافيك سماها الماكينتوش 128K. الماكينتوش 128K هو بواتي بيج عبارة على اونيتي سنترال و اكران كبرو 9 بوس. سما بال 128K على خاطر الميموار فيف متاعو هي 128 كيلو اوكتيل. بعد بأشهر قليلة من لانسمون متاع أول موديل من الماك تباعوا منه 70,000 اونيتي والسوم متاعو وقتها كان 2995 دولار. الماكينتوش حل الباب الابل باش تلقى نجاح كبير، لكن بعد 14 سنة عاود حل الباب الابل باش تمنع من الفايت. وقتها ستيف جوبز رجع للشركة وبدأ يلانسي في مجموعة كبيرة ياسر من ليماك، أولهم لايماك، وصولا للماك بوك برو، وحتى اللي نوصلنا للماك بوك اير اللي موجودين اليوم بأشكال دي ديزاين ودي تكنولوجي بلوز اجور. مع الذكريات الحلوة هذه خلطنا الاخر معادة بالنسبة لأي تيك اليوم. أي تيك ترجع لكم إن شاء الله نهار جمعة مع أخبار جديدة تخص التكنولوجيا في تونس والعالم. في لمن. جيان اخر تكنولوجيا واسواق ما كيفهاش، هذه لايتاك ولا بلاش؟ جيان جيان ما يغلى عليك شيء ما يغلى عليك شيء.